كذلك تأكد غياب ساموا جان مهاجم غانا وكريستيان عصو جناح الفريق عن مواجهة مصر غدا الأحد في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم روسيا 2018 وذلك بالمجموعة الخامسة. وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها جان قائد المنتخب الغاني أنه لن يستطيع اللحاق بمباراة مصر بسبب إصابته في عضلة الفخذ، بينما يعاني أتسو من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية. هذا وأعلن الاتحاد الغاني رسميا غياب الثنائي عن مواجهة مصر التي لن تؤثر في موقف الفراعنة من التأهل للمونديال. يأتي ذلك في ظل محاولات الجهاز الطبي لمنتخب غانا لتجهيز الجناح باتريك تسوماي من الإصابة في الكاحل التي تعرض لها في المران.